بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب تلخيص الفرائض في آخر باب العصبة باب التعصيب تمارين وأسئلة: هالكة عن بنت وبنت ابن وابن ابن. بين هؤلاء الورثة من هم المعصب ومن هم العاصب ومن هم ليس بعاصب. من يعرف؟ البنت ليست عصبة، وإنما هي هنا صاحبة فرض، وبنت الابن مع ابن الابن. لو كانت بنت الابن وحدها ماذا يكون لها؟ السدس، تكملة الثلثين. لكن لما صارت مع ابن الابن صار لها الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد تكون الفرض، يكون الفرض وارث، وارث فرضا، وقد يكون وارث تعصيبا. فالبنات إذا كانت وحدهن فلهن فرض، وإذا كن مع الأبناء فلهم تعصيب. والابن أبناء البنات، بنات الابن كذلك مع أبناء الابن. نعم. ثانيا: هالك عن زوج وشقيقتين وعم لأب. اقسم على هؤلاء. الزوج النصف. ماذا؟ النصف. له النصف، ممسدين عليه، ممسدين. ولا ما تعطيها الربع؟ ما في حاجة يحجبه عن النصف إلى الربع، ما في أحد. نعم. وشقيقتان لهما الثلثان. والعم بقي له شيء. والعم حاصل لكن ما بقي له. للأب له الباقي، بقي شيء؟ ما بقي. إذا المسألة عائلة وعادلة، عالد فيها نصف وشقيقتان لهما الثلثان. إذا تعود المسألة إلى من ستة إلى سبعة. يكون للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتان الثلثان أربعة. أربعة وثلاثة سبعة. هذه المسألة هذه عائلة ولا عادلة ولا مستوية؟ عائلة. عائلة. هالك عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب. زوجة وشقيقة، أخت لأب وأخ لأب. كيف نقسم؟ الأربعة. هالك عن زوجة، زوجة ماذا يكون لها؟ الربع. هالك عن زوجة، الربع. الزوجة لها الربع، الشقيقة لها النصف، والشقيقة لها النصف. النصف. والأخت لأب والأخ لأب لهم الباقي، الباقي تعصيبا. هالك عن أم وبنت وأب. أقسم بينهم. الأم ماذا سيكون لها؟ سدس. سدس يكفيها؟ ما تريد زيادة؟ ولما وجود الفرع الوارث؟ وجود الفرع الوارث، وجود البنت، وجود الفرع الوارث. والبنت لها النصف، النصف. والأب ماذا يكون له؟ الباقي، النصف، الثلث. له الباقي، السدس والباقي. له الربع، سدس، والباقي تعصيبا. كم نصيب الأب؟
لا أعطينا الأم السدس واحد من ستة لتين. وأعطينا البنت ثلاثة لتين. كم يبقى اثنان نعطيها واحد سدس للزوج للأب يعني ما نعطيه مضاعف الأم ولا شيء وإنما نعطيه فرضا السدس وما زاد تعصيبا. هالك عن أم وأخوين لأم ومعتق. أم وأخوين لأم ومعتق. أين أنتم؟ الأم ماذا سيكون لها؟ سدس. ولم أعطيتها السدس؟ وجود الجمع من الإخوة، وجود الأخوين لأم أولادها. نعم. هؤلاء هم أولادها منعوها. أخوين لأم ماذا لهم؟ الثلث. والمعتق الباقي. المعتق أو الباقي تعصيب عاصب. والأخوين لأم من العصبة من أصحاب الفروض. والأم هالكة عن بنتي ابن وأخت لأب. كل أب والأخوات أن تكون بناته وهن معهن معصبات. هالكة عن بنتي ابن وأخت لأب. لبنتي الابن الثلثان ثلاثة، من الثلاثة اثنان، والباقي للأخت لأب بنت عصيبة. لو كان مع أخ لأب تظهر به وحدها أو تشترك معه، تشترك معه في الباقي. هالك عن أم وأخ لأم وعم شقيق. ستة. عن أم ستة. لا الثلث. وأخ لأم لو السدس، وعم شقيق لو السدس الباقي. الباقي لا ما نعطي سدس، نقول له الباقي تعصيبا. تسعة. هالكة عن شقيقة وأخت لأب وابن عم لأب. هالكة عن شقيقة ماذا سيكون لها؟ النصف. وابن عم شقيق. أخت لأب. أخت لأب. من أخت شقيقة وأخت لأب. سدس. كل أب ماذا سيكون لها؟ تكملة الثلثين. السدس تكملة الثلثين. وابن عم له الباقي. الباقي. هالك عن ثلاث بنات وابن. هالك عنده ثلاث بنات وابن. من عدد رؤوسهم. المسألة من عدد رؤوسهم. ثلاث بنات لهن ثلاثة والابن له اثنان خمسة. هالكة عن بنت واختين واخ اشقاء. اختين واخ اشقاء. ماذا يكون للبنت؟ النصف. النصف. والاختين والاخ الاشقاء لهم الباقي تعصيبا. انتبهوا لهذه المسائل، كرروها، هي محلولة عندكم وكما حللناها الدرس القادم إن شاء الله بالحجم باب الحجم. هالك عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء. عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء. من ستة. للأم السدس واحد والباقي لأب تعصيبا. الإخوة ماذا كانت نتيجتهم؟
حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس ولم يستحقوا شيئا. هالك عن أب وجد وخمسة أعمام كله هالك عن أم وأب وجد وجدة أم وأب وجد وجدة المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي للأب والباقي للأب وحده والجدة ما تستحق شيئا لم تقول الوارثان من الرجال والوارثين من النساء ما قلت كذا نعم لكنها يتوارثون وهم يحجب بعضهم بعضا هالك عن بنتين وبنتي ابن وثلاثة أعمام عن بنتين بنتي ابن وثلاثة أعمام المسألة من ثلاثة للبنتين ثلثان اثنان والباقي للأعمام والبنات الابن ما لهن شيء هالك عن بنت وبنت ابن وثلاثة أعمام مثلا من ستة لبنت النصف ثلاثة بنت الابن لها سدس لهم الباقي تعصيب نميز بين البنت وبنت الابن إذا كانت بنت الابن مع العصبة أو تأخذ إكملة الثلثين هالك عن أب وابن وجد وأم أب وابن وأم وجد مسألة من ستة الأبوين كل واحد منهما سدس واحد والباقي يأخذه الإبن هالك عن ثلاثة أبناء وثلاثة أعمام وثلاثة أبناء إخوة المسألة من عدد رؤوس الأبناء لهم والباقي ما لأحد شيء منهم هالك عن ثلاثة أبناء وجدة عن ثلاثة أبناء وجدة ستة المسألة من ستة للجدة السدس والباقي للأبناء كم معهم بنات فيأخذن معهم الذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا